الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. أهلا ومرحبا بكم أخوتي الأعزاء المحامون العرب، الأمناء المساعدين والنخباء العرب، وأعضاء المكتب الدائم، ومحامي مصر الشرفاء الذين نوروا قاعتنا اليوم. وأهلا ومرحبا بكم. جميعاً اسمعوا لي أن أرحب بالفارس صاحب هذا اللقاء الذي يحمل الراية في صدق وأمانة ووقار، نقيب مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ سامح حسين. وضيوفه الكرام، وأنا أرى أمامي الآن عطر ونور في الفضاء، والقاعة تحتضن السماء، وأرى نهر النيل الخالد الذي نحتفل بهذا اللقاء على ضفافه، أراه فرحا بكم وبقدومكم، وأراه ساج صامت فيه خشوع سائلين. أخوتي الأعزاء، كنت أود أن أتحدث طويلا في هذا اليوم العظيم، ونقول لا للإرهاب التركي على سوريا الشقيقة، سوريا العظيمة، سوريا التي عانت وتعاني من الإرهاب الذي روع أبناءنا وبناتنا حتى في مصر العربية في سيناء، أيضا روع الإرهاب المصريين. فتحية تقدير من هنا لجيش مصر العظيم الذي يدافع عن هذا الوطن في كل مكان. أخوتي الأعزاء، حقيقة أنتم الشرفاء وأنتم الكرماء، وباسمكم جميعا نرحب بالسفير السوري بيننا الآن، فأهلا ومرحبا به سفير سوريا في مصر. شعبنا السوري حقيقة يعاني وما زال يعاني، وأنني أنا أدعو معالي النقيب سامح عاشور أن يعقد مؤتمرا شعبيا في سوريا الشقيقة وعلى الأراضي السورية، على أن يكون هذا المؤتمر في القريب العاجل إن شاء الله، حتى نمثل للعالم بأسره أن مصر حاضرة العروبة، مصر الأمة العربية، مصر الوطن، مصر الشعاع، مصر الأمة، مصر الحاضنة والفاعلة، وهي القائلة أننا مع الأخوة العرب في كل مكان. لن نحمي رؤوسنا لأحد، ولن نحمي رؤوسنا للإرهاب. ستظل مصر هي المنارة، هي الأمة حقيقة. بكم أنتم المحامون العرب والمحامون المصريون ونخباء مصر وأعضاء المكتب الدائم كما قلت، وأعضاء مجلس النقابة العامة الذين يحضرون معنا اليوم، لهم كل التحية والتقدير والاحترام. الشعب السوري أيها الأخوة يؤمن كل الإيمان بأن الحياة هي طوع بنانه، وأنه حقيقة لن يسكت ولن يرضى على هذا الإرهاب. أننا نعيش أجواء العروبة وأجواء الأمة العربية،